السلام عليكم. في هذا الفيديو سأشرح كتابة باللغة العربية في برنامج أدوبي بريمير برو سي سي 2015 وبدون برنامج وسيط أو أي موقع آخر. طبعا النسخة الحديثة تقدر تكتب فيها باللغة العربية بدون أي برنامج وسيط. أنا سأنتقل إلى هذه النسخة سي سي 2015 نسخة 9.2.0 وسأكمل عليها شروحات البرنامج. أول شيء راح تروح على قائمة Edit، بعد راح تروح على Preferences، وبعد تروح على التايتلر. راح تلاقي تيست انجين، عندك يوروبين وعندك الاندك. انت راح تختار اندك وبعد راح تختار اوكي. بعد راح تروح تعمل نص جديد، راح تختار كنترول تي، بعد راح تختار اوكي. بعد راح تجي تكتب باللغة العربية، تجي على حرف التي تايب تول، تختار مرة واحدة هنا. بعد تكتب مثلا، خلينا نكتب حسن المزوري. لاحظ معي كيف كتب مباشرة باللغة العربية. هنا طبعا الأندلس، وهنا أدوبي أرابيك، وعندنا أرابي تايب، وهذه الأخرى. تقدر تنزل مجموعة من الخطوط تدعم اللغة العربية. إن شاء الله يكون فيديو واضح. لا تنسى الضغط على زر لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.